أهلا بكم. بهدف حماية مقدرات الدولة وصيانة الأمن القومي، اتخذت الدولة المصرية خطوات واثقة وقوية على المستويين الأمني والعسكري. فعلى مدار السنوات العشر الماضية، اتخذت مصر كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للتعامل مع ملف الإرهاب الذي ظهر وتوحش أعقاب ثورة 30 يونيو، فضلا عن التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، بدأت الدولة في تنفيذ خطة تشمل العديد من الإصلاحات والإجراءات المختلفة على المستويين الأمني والعسكري، بهدف تحقيق أمن المواطن وإعادة هيبة الدولة وسيطرتها على كافة أرجاء الوطن، وكذا إعادة الثقة في الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومعالجة ظاهرة الإرهاب من خلال منظور شامل متعدد الجوانب. ومن خلال التعاون الوثيق والعمل الجماعي المتناغم، نجحت القوات المسلحة ووحدات الشرطة المختلفة خلال سلسلة العمليات العسكرية والأمنية التي بدأت في سيناء وأغلب محافظات الجمهورية، نجحت في القضاء على عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية والقبض على عدد من العناصر شديدة الخطورة، كما تمكنت من فرض هيبة الدولة وتكثيف منابع الإرهاب، وأعلنت خلو سيناء من الإرهاب بعد تنفيذ عدد من العمليات العسكرية الناجحة. وأسهمت التعزيزات الأمنية التي تدفقت بشكل دائم على مدن شمال سيناء في تحسين الأوضاع الأمنية الداخلية في تلك المدن وتسهيل حياة المواطنين بعد أن تم حصار النشاط الإرهابي في هذه المناطق بشكل كبير. الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بالتحديث العاجل والفعال لكافة أفرع القوات المسلحة في ضوء التحديات والتهديدات الإقليمية، وفق خطة مكثفة لتطوير وتسليح القوات المسلحة على كافة المستويات بشكل يضمن لها قدرة الردع، مع الوضع في الحسبان تطوير قوات خفيفة الحركة وثقيلة التسليح وتدريبها على مواجهة المخاطر غير النمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية. كما انتهجت القيادة المصرية مبدأ تنويع مصادر التسليح وطلب التصنيع المحلي ونقل التقنيات في كل صفقات التسليح، وفي هذا تأكيد على التوجه الجديد للقيادة فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها في مصر من جهة، وتنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأي دولة في أن تتحكم في نوعية وكم ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية من جهة أخرى. عملية التحديث والتطوير التي طرأت على الجيش المصري في الفترة من عام 2014 وحتى 2019 أسهمت في وضع مصر وجيشها في مرتبة ومكانة عالمية متقدمة، وهو ما ترجمه تصنيف Global Firepower، حيث جاءت مصر في المرتبة 9 عالميا ضمن أقوى جيوش العالم، بل جاءت في مقدمة الجيوش العربية والإفريقية والشرق أوسطية. ويحمل هذا التصنيف عددا من الدلالات على حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة ليس فقط من المنظور الكمي المتعلق بإجمالي الأسلحة والمعدات، بل يمتد التصنيف ليشمل عددا من الجوانب النوعية المتعلقة بكفاءة المقاتل المصري ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية. السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة في تطوير البنية التحتية للقوات المسلحة، وذلك عبر توقيع وإبرام عدد من الاتفاقات في مجال التسليح لدعم كافة الأفرع البرية والجوية والبحرية. وقد تجلى ذلك بوضوح في تدشين مصر لعدد من القواعد العسكرية بهدف حماية وتأمين الأمن القومي المصري، كما عملت من خلال تحديث البنية العسكرية على تنمية قدرات الردع من خلال الوصول للقدرات القدرية الحديثة في المجال البحري والجوي. ولم يكن التحديث والتطوير في المنظومة العسكرية والتسليح ليؤتي ثماره دون أن يتم ذلك جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة عبر تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية ودعم المشاركة في الأنشطة العسكرية الدولية، فضلا عن توسيع حجم المناورات العسكرية والتعاون مع عدد من الدول. الجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ساهمت في تحجيم وتطويق الظاهرة الإرهابية، حيث تجلى ذلك بشكل ملحوظ عبر عدد من العمليات، حيث نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية والقضاء على عدد من القيادات، بالإضافة إلى تكثيف منابع التمويل والدعم اللوجستي بفضل جهود عمليات التطوير والتحديث التي طرأت على المنظومة العسكرية. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجهود الدولة في تطوير وتحسين قدراتها الأمنية والعسكرية خلال السنوات العشر الماضية وجهود مكافحة الإرهاب. نشكركم على طيب المتابعة.